مهندس. ميثاقنا نهج الشريعة والعروبة والقيم. عاشت مملكة البحرين. مشاهدي أبو ظبي الرياضية أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبناء الخليج، يا ابن الخليج، إن رأيت المجد يوما يترجل مفسحا أفق الصعود لموطن العز المبجل. موطن أزهاره عطرا تغني، موطن شطآنه أقصى التمني، موطن أقدار أحلام الشبيبة والصبايا ونهايات الحكاية فيه تقطف لا تؤجل. موطن كم فاخر التاريخ باسمه، وتباهت قصص الماضي بضمه، وتبارت في محبته القلوب حتى بات القلب منقوشا برسمه. موطن يجتاحه الحب وفيه الحب يشدو، إنها البحرين دار العرب ولها العرب شد. من البحرين نرحب بكم والبداية مع آيات عطرة من الذكر الحكيم. الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به افتتاح هذه الدورة 21 لكأس الخليج العربي آيات عطرة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ محمد طه الجنيد. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، هلا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الكلمة الآن لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس اللجنة التنفيذية لكأس الخليج العربي في دورته 21. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى،
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، السيد جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، يطيب لي أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسماء آيات الشكر والعرفان على تفضلكم بالرعاية الملكية السامية لدورة كأس الخليج العربي 21 لكرة القدم، والتي تأتي في إطار دعم جلالتكم للحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين، التي شهدت في عهد جلالتكم الزاهر نهضة تاريخية وحققت مراتب متقدمة على الصعيد الخليجي والعربي والدولي. سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، لقد تابعت مملكة البحرين فكرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله ورعاه بإقامة أول بطولة خليجية، وتحولت هذه الفكرة إلى واقع بفضل جهود سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حفظه الله ورعاه، لتنطلق معها معاني التلاحم الأخوي بين الأشقاء في الخليج العربي، ولترفع مملكة البحرين أول علم لدورة كأس الخليج العربي في 27 من مارس عام 1970. لقد شكلت دورة كأس الخليج العربي عبر مسيرتها التاريخية نقطة مضية لتنير المشوار نحو الوحدة الخليجية، وتجسد رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج العربي في اتحاد خليجي ومواطنة تجمع الأخوة والأشقاء تحت مظلة واحدة، ليكون هذا الحدث مجالاً يعكس عمق ترابط شعوب المنطقة وقناعاتها بوحدة الهدف والمصير. إن الواجب الوطني يملي علينا تقديم أصدق مشاعر الشكر والثناء لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على ما كان يعطيه دوما من دعم ومؤازرة لتعزيز مسيرة الكرة الخليجية عموما والبحرينية على وجه التحديد. كما نخص بالاعتزاز دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على ما قدمه عبر سنوات طوال من متابعة صادقة وتعزيز للثقة بالنفس التي منحها للرياضة والرياضيين، ما مكن كرة القدم البحرينية من المنافسة على كافة الأصعدة. إن ليوم عظيم أن تستضيف مملكة البحرين كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخها، وكان لتوجيهات ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لخليجي 21 أطيب الأثر في قبول مملكة البحرين التحدي لتنظيم واستضافة كأس الخليج العربي على أرض المملكة. إنه لشرف كبير أن يتواجد بيننا اليوم السيد جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما يؤكد مكانة هذه البطولة المرموقة على الصعيد الدولي. كما نؤكد اعتزازنا الكبير بمساندة أشقائنا في اتحادات كرة القدم بدول مجلس التعاون الخليجي واتحادي العراق واليمن، وثقتهم في القدرات البحرينية لاستضافة وتنظيم هذا العرس الخليجي. لقد كان لتعاون الوزارات وكافة الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة
إلى جانب أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين دوراً بارزاً في تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة لاستضافة مميزة لهذا الحدث التاريخي، وهذا أمر يستحق الإشادة ويدعو للفخر والاعتزاز بكافة المخلصين الذين بذلوا الجهد الموصول على مدار الساعة لتحقيق الهدف المنشود. وفي الختام نثمن ونقدر عالياً رعايتكم يا صاحب الجلالة ودعمكم، كما نجدد الترحيب بضيوف مملكة البحرين في بلدهم الثاني. وفقكم المولى عز وجل، متمنيين للجميع طيب الإغامة في درة الخليج العربي. حمى الله البحرين وأدام عليها العز والقوة، وحفظ الله الخليج العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه لإعلان افتتاح دورة كأس الخليج العربي 21 لكرة القدم. بسم الله وعلى بركة الله، نعلن افتتاح دورة كأس الخليج العربي 21 لكرة القدم، متمنين للمنتخب المنتخبات المشاركة كل التوفيق والنجاح. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، أطلق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين حفظه الله ورعاه انطلاقة بطولة كأس الخليج لدول مجلس التعاون 21 بعد 43 سنة. يعود إلى مهده شابا ملأ الأفق بمجده، يسرد قصصا لم ننساها وأساطيرا عايشناها، حلما كان مجرد فكرة وبإيمان حققناه، وبأفراحه وبأتراحه أحببناه. كأس كم جمع إخوانا وصور للحمة ألوانا، لننادي بشعار واحد: خليجنا واحد وشعبنا واحد وكأسنا واحد. قبل 43 سنة كان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين هو من يرفع أول علم لبطولة كأس الخليج. كان حينها وليا للعهد، وكان وقتها ينبض بحب الخليج وأبنائه وتلاحمهم الدائم في مثل هذه الأحداث. لذا كانت البحرين كعادتها حاضنة لتجمعاتهم ومهرجاناتهم وفعالياتهم. رفع علم البطولة بعد أن أعلن راعيها انطلاقة أحداثها لتبدأ قصة جديدة ويحضر مشهد جديد من مشاهد أبناء الخليج العربي الذين يصورون في هذه البطولة تلاحما عمره يفوق عد السنوات ومتنه يفوق الحصر والعدد. الأضواء تخفت لكن قمر البطولة ينير المكان، وحضور من فيها يزين أركانه. فنحن اليوم نعيش حدثا جديدا، نقدم عرسا فريدا، أمر لا يحضر سواها هنا في بطولة الخليج العربي.
وياهوه يا البحرين كم تغنى بها الشعراء وكتب عنها الأدباء وردد الملحنون والمنشدون أغانيها ورددوا معانيها مبتهجين بها فرحين بوجودهم فيها وعلى أراضيها حيث تتحقق الأماني حيث تتردد الأغاني حيث يجتمع الشمل من جديد مهد بطولة كأس الخليج تعود لاحتضان نسخته 21 واليوم نشهد معكم حفل افتتاحه أغنية بدأت شارك فيها نخبة من فناني الخليج والبحرين تقدمهم النجم الإماراتي حسين الجسمي ورافقه نزار عبد الله وأحمد الهرمي وفاطمة الزياني فنانو البحرين الذين أنشدوا للبحرين والخليج إضافة إلى تفاعل كبير من الجماهير والحشود البحرينية التي تواجدت في استاد البحرين الوطني مبكرا منذ الثانية ظهرا وهم ها هنا يتواجدون ليشهدوا هذا العرس الخليجي الكبير ويحتفوا بأبناء الخليج وهم ها هنا في درة الخليج في البحرين حيث هذه البطولة كأس الخليج في نسختها 21 أمامكم مشاهدين الكرام ما زالت صور الاحتفالات بافتتاحية البطولة تتواصل وعلى مرأى منكم تشاهدون أبناء البحرين 300 من المتطوعين من شباب البحرين يشكلون اللوحات الاستعراضية في الافتتاحية والاحتفالية لهذا العرس الخليجي الكروي الكبير هذا العرس الذي لا تقتصر الاحتفالات فيه على ملاعب كرة القدم إنما تمتد لأبعد من ذلك بمراحل دون حدود تنطلق البطولة ها هنا لتعم الفرحة الخليج العربي من المحيط إلى الخليج تملأ فضوات محبي الرياضة ومحبي كرة القدم بشغف المتابعة والاحتفال والترقب والحماس مشاعر تمتزج ها هنا تشكل لحمة واحدة لحمة عربية خالصة من البحرين البحرين التي لا تسعها كتب التاريخ حتى تتحدث عنها أفردت لها آلاف الصفحات لكنها لم تفها حقها فهي هي الجزيرة التي كانت حاضرة في كتب التاريخ قبل 2300 سنة من الميلاد أي قبل نحو 3000 سنة هي البحرين التي تنوعت أسماؤها وتغيرت مع مرور الزمن لكنها بقت كما هي أرض طيبة لشعب طيب وملاذا آمنا لكل من يدلف إليها وها نحن ها هنا أبناء الخليج العربي نتوحد نتجمع نتواجد لنشكل فرحة واحدة بثمانية أعلام مختلفة وثمانية ألوان مختلفة وثمانية كور عرض تحضر على أرضية الملعب يجسد كل منها صورة من صور الاحتفاء والاحتفال بهذا الافتتاح البهيج هذه البطولة التي لم تكن سوى فكرة عابرة مرت في ذهن أحد رجالات الخليج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتنطلق بعد ذلك بطولة تستمر اليوم وتحضر في عامها 43 لكن مع 43 عاما ما زالت شابة ناضرة ما زالت قادرة على العطاء وما زالت قادرة على تقديم المتعة والنجومية والفرحة لأبناء الخليج الذين يعتبرون هذه البطولة كأس الخليج العربي عيدا بالنسبة لهم وموعدا لتلاقي الأحبة واجتماعهم في كل مدينة وكل بلد البحرين تحتضن البطولة للمرة الرابعة في تاريخه تحتضن البطولة للمرة الأولى بنظام المجموعتين تحتضن البطولة وكل من فيها يمني النفس بأن يكون هو آخر الأسماء التي تصعد على منصة التتويج لتكون في قمتها لتكون حاملة لقبها لتكون الظافرة ببطولة كأس الخليج 21 العروض المستمرة مشاهدين الكرام في افتتاحية بطولة خليج 21 على استاد البحرين الوطني وصور تعكس شغف البحرينيين بالاحتفاء بضيوفهم والاحتفال بهم وها نحن نشاهد أبناء البحرين المتطوعين
لافتتاحية حفل الافتتاح، متواجدون لتقديم صور عرض حديثة في معناها، رياضية في شكلها ومضامينها، ولوحات تتمازج مع تفاعل الجماهير الغفيرة التي ملأت استاد البحرين الوطني عن بكرة أبيه يتقدمه راعي الحفل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين، ويرافقه نخبة من الشخصيات الرياضية العالمية والعربية والخليجية التي حرصت أن تكون حاضرة مع تدشين النسخة 21 من هذه البطولة، إيمانا منها بأن هذه البطولة ولدت لتستمر، وولدت لتكون حاضرة على قمة أجندة أبناء الخليج في هذا الحدث الكبير. وحدتنا في لحمتنا ونجاحنا كذلك، وهذا هو العنوان الذي وضعته اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج في البحرين. عروبة البحرين وعروبة الخليج ووحدة أبنائه وتراص صفوفهم واشتراكهم في تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم ومصيرهم المشترك، والبحث بيد واحدة عن مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن، يستحقه أبناء هذه المنطقة التي كانت ثرية بعادات أهله، بطيب خصالهم وكرم عاداتهم، والتي دائما ما تنعكس حين تلاقيهم وحين تجمعهم. وها نحن في تجمع مختلف من نوعه لا يحظى به سوى أبناء الخليج العربي في هذا المكان وعلى هذه الأرض الطيبة. إن شئت أطلق عليها دلمون كما سميت قبل 4000 عام، أو سمها تايلوس كما سموها الأغريق، أو سمها أوال كما يحب أهل البحرين أن يطلقوا عليها، وكما قال فيها شاعر البحرين الشيخ أحمد بن محمد الخليفة: أأنت السحر أم أنت الجمال؟ لقد تهنى بسحرك يا أوال، صفاء قد صفت منه الليالي، وسحر لم يصوره الخيال، جنان بالأماني زاهرات تضاحك في مرائيها الجمال، وشطآن تراءى من بعيد على أمواجها السحر الحلال. البحرين التي تحتضن هذه البطولة وهي تعيش حالة نضج، وهي تعيش حالة اكتمال لقيمته وملامحه الفنية والاجتماعية والرياضية والإعلامية أيضا. هذه البطولة التي لم تكن فقط بوابة النجاح بالنسبة لمنتخبات الخليج وكورة الخليج، إنما شملت كل الأطراف التي تداخلت في هذه المنظومة من إعلام وتنظيم وتهيئة وإنشاء لمنشآت رياضية يباهي بها الخليج كل أقطار العالم. اليوم نحن نتواجد في استاد البحرين الوطني، هذا الاستاد الذي تم إنشاؤه قبل 30 عاما، لكن من يراه اليوم ليس كمن رآه بالأمس البعيد. اليوم الملعب الوطني في البحرين تحفة معمارية يقدمها أهل البحرين كهدية لضيوفهم أبناء الخليج، وكهدية لعشاق كرة القدم، وكهدية من يد معطاءة تسعى دائما أن تقدم لأبنائها لا في البحرين فحسب، إنما في كل دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدعم والاهتمام والرعاية لكل ما يتعلق بهواياتهم ويرتبط بما يحبون ويرغبون. في كأس الخليج دائما تحضر الذكريات المميزة والفريدة، الذكريات التي يلخصها هذا التواجد ما بين أول من رفع علم بطولة كأس الخليج عام 70، وما بين صاحب الفكرة، ما بين جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، وما بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. صاحب الجلالة الملك المفدى بتكريم صاحب السمو الملكي
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود بوسام الشيخ عيسى نظراً لكونه صاحب فكرة إقامة دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. كما يتفضل وكما ترون معاني التكريم تتواصل والتقدير مستمر من قيادة الخليج محمد بن خليفة لأبنائه وقادته وداعمي رياضته. وها هنا شاهدنا تكريم جلالة الملك لصاحب فكرة بطولة كأس الخليج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي أطلق هذه الفكرة لتكون في أرض البحرين البذرة التي نلنا جميعا ثمارها وجنينا قطافها قطافا يانعة قطافا دائما نضرة حتى ولو طال الزمن حتى ولو امتدت الأعوام تبقى بطولة كأس الخليج ثمرة حب أبناء الخليج لتجمعهم وتلاحمهم وترابطهم واشتراكهم في الكثير من العادات والصور. واليوم يجتمعون في هواية أحبوها ليشاهدوا بأم أعينهم ما أصبحت عليه وكيف أصبحوا يمارسوها. هنا نشاهد هذه الصورة المعبرة ما بين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين وما بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل صاحب فكرة بطولة كأس الخليج. البحرين تستعد لانطلاقة التنافس في هذه البطولة والبحرين أرض نستعيد فيها ذكريات مميزة لشخصيات مميزة وأسماء لا تبارح ذكريات متابعي كأس الخليج ولا حتى الجيل الشاب. نشاهد هنا مشاهدينا الكرام حديثا ما بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا احتفاء من عاهل البحرين بميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وهنا أيضا احتفاء بسمو الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي الذي ورث عن أبيه حنكة القيادة الرياضية وأيضا إطلاق التصريحات النارية. عندما نتحدث عن بطولة كأس الخليج نستذكر الشهيد فهد الأحمد الصباح شهيد الرياضة الذي كان هو وأخوانه من قادة الرياضة الخليجية في وقت ماضي هم الذين وضعوا اللبنات الأساسية لتطوير هذه البطولة وإنجاحها. الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح وأيضا سعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة فاكهة بطولات الخليج. وعندما نتحدث عن هذه الأسماء نستذكر الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد آل سعود رحمه الله الذي كان لحضوره وتواجده ثقل كبير في إنجاح بطولات كأس الخليج. ولا يغيب عن البال سعادة سلطان بن خالد السويدي رئيس الاتحاد القطري في فترة سابقة وأيضا السيد هيثم بن طارق البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني الأسبق رموز لبطولات الخليج وأشخاص وضعوا بصمات لا يمكن أن ننسى ولا يمكن أن تغيب عن أذهان محبي هذه البطولة وعشاق الكرة الخليجية. فهم دائما كانوا حاضرين بدعمهم واهتمامهم وبتصريحاتهم التي أضافت لبطولات كأس الخليج نكهة وأي نكهة كانت تلك. حفل الافتتاح كان مبسطا لكنه كان معبرا. حفل الافتتاح كان مختصرا لكنه كان ثريا. حفل الافتتاح عنوانه واحد شعاره واحد قوتنا بوحدتنا. هذا الشعار الذي يعكس في كل مكان في بلدان الخليج العربي يرفعه أبناؤه ويردده أينما كانوا لأنهم يؤمنون بأنه الشعار الذي علينا أن نضعه منهجا لنا في كل أعمالنا وفي كل أحداثنا. فأنا الخليجي وافتخر أني خليجي. طريقنا واحد وشعبنا واحد. تبارك يا خليجنا تبارك 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 بعز وهنا تبارك تبارك. هذه الأغنية
التي حضرت للمرة الأولى عام 1984 في دولة الكويت. هذه الأغنية التي رافقت عقد قمة قادة دول مجلس التعاون في ذلك العام أضحت كسلام وطني ونشيد خاص بأبناء الخليج العربي يرددونه أينما كانوا وحيثما كانوا، حفظوه عن ظهر قلب لأن كلماته خرجت من قلوبهم ولأن معانيه تجسد أحاسيسهم. قالها رجل كويتي شاعر خليجي اسمه عبد اللطيف البناي، ولحنه رجل خليجي وملحن كويتي هو مرزوق المرزوق رحمه الله. رددته في ذلك في تلك الفترة ولأول مرة فرقة التلفزيون الكويتي، لكن من أبناء الخليج لا يردده اليوم؟ ومن من أبناء الخليج لا يحفظه اليوم؟ ومن من أجيال الخليج القادمة لن يحفظه؟